ما نذهب إلى مقولة وأرجو أن نضعها في حسباننا وكيف ممكن نعلق عليها. قل خيرا أو اقرأ، جهلك لن تخبئه ربطة عنق أنيقة أو دشداشة جميلة ولا ساعة ثمينة ولا سيارة فارهة. قل خيرا أو اقرأ. لذلك إخوان الكرام، لماذا في تصوركم القراءة مهمة؟ دستورنا الكريم، دستورنا العظيم هو القرآن الكريم، فعلا يحثنا عليها. لكن ما هو السر فعلا لماذا القراءة مهمة؟ القراءة تجعلني أواكب ذلك التدفق الهائل للمعلومات. وكم من البحوث التي تنشر يوميا، نحن عندنا في جامعة السلطان قابوس المكتبة الإلكترونية، جامعة السلطان قابوس ملتحقة بها وتدفع أكثر من قريب من المليون ريال عماني. تصوروا أن أحدث البحوث العلمية تنزل مباشرة في المكتبة وتستطيع أن تقرأها، ومكتبة المركز الثقافي، مكتبة جامعة السلطان قابوس، فاتح الباب لكل الباحثين ولكل من يرغب أن يتعلم. ولكن السؤال، هل الناس تقرأ؟